استاذ يوسف افتح والنبي. امشي من هنا يالا كده. يلا غرفة دهية. طب والله العظيم لو ما فتحت لاقول ان الشقة دي مأجرة قاتل محترف. طب لو راجل يعملها؟ انا كداب يا استاذ يوسف، ما انت عارف ان مفيش حد حواليك. افتح لي والنبي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. انت ايه اللي جابك هنا من غير ما تقول لي؟ الصراحة يا استاذ يوسف ما لقيتش مكان اروح له غيرك. تخيل. انت هتستعبط يالا؟ والله العظيم يا استاذ يوسف الدنيا جت عليا. لما حسبتها لقيت فاضل لي 4 ايام بس. فقلت بقى اما ابتدي اعالجك واعمل حاجة حلوة اقابل بيها ربنا. وعشان كده يلا بقى نبتدي رحلة علاج دلوقتي، مش فاضل كتير يا استاذ يوسف. تصبح على خير يا سلام. استاذ يوسف انا مش شخشيخه في ايدك عشان تقول لي عالجني ولما اجي اقول لك عالجك تروح متمنع عليا. لا، اللي فاتكم واللي جايكم تاني، فهمني ولا لا؟ انا هزرت كتير وهزرنا واتبسطنا ولعبنا، فما تزيدش عليا. يلا قدامي عشان نبتدي علاج. انا داخل انام، لو سمعت صوتك يا سام مش صوتك، لو سمعت صوت نفسك هعلقك من ودانك. عارف ودانك يالا؟ ايه ده؟ استاذ يوسف ايه ده؟ انت صحيت ازاي؟ ده انا مشممك كميه مخدر تنايم فيل. شممني؟ انت اللي عملت كده؟ انا هقتلك. اهدى خالص، اي واحد مكاني كان بعد ما ربطك كده بلغ عنك على طول. انما انا جدع وعارف برضو ان انت ماسك عليا صور وموزعها على ناس تانية. اهدى خالص، مش هتعرف والله تفك نفسك عشان جايب هاو تو على الانترنت ان انا اربطك. تمام؟ بص بقى يا استاذ يوسف، انا حاولت معاك بالذوق عالجك فما لقيتهاش نافعه، فهحاول معاك بالعافيه. انت دلوقتي هتهدى خالص لان انت واخد مهدئ، تمام؟ وتفطر بقى الفطار الحلو ده اللي الدكتور سهام محضره لك بايده. افطر. اوعى بدل ما افرتكك. انت عارف يعني ايه افرتكك؟ هقتلك يا سهام، هقتلك وهمثل بجثتك. لا، مثل انت لوحدك، انا ما بحبش التمثيل يا استاذ يوسف. بص يا استاذ يوسف، انا كده كده بخاف من صوتك، والحمد لله ان انا مجهز ايه الدنيا بتاعتي كلها. ايوه، ايه ده خالص. انا هطلع اتشمس بره كده على ما تكون هديت عشان ابتدي معاك علاج صح، وهتفضل مربوط ال3 ايام اللي فاضلين لي. فاهم يا استاذ يوسف؟ يلا ربنا معاك. يا استاذ يوسف، ده انت نفسك في الاكل احلى من نفس امي والله العظيم. انت طبعا واخدنا نحلي. ها استاذ يوسف، هو انت ما بتردش ليه؟ استاذ يوسف، هو انت زعلان مني من اللي عملته معاك؟ اوعدك والله العظيم انه مش هيتكرر تاني، وان شاء الله باذن الله باذن الله هنلاقي طريقه علاج عاديه، واكيد اكيد هننجح فيها ان شاء الله يا استاذ يوسف. انت مش هتلاقي حاجه، انت دكتور فاشل، انا زهقت منك خلاص. دكتور فاشل ايه يا استاذ يوسف؟ ده انا لسه فاضل لي يومين. ما تقلق على الوش اللي انت لابسه ده، فيه ايه؟ وش؟ انا مش فاهم حاجه يا استاذ يوسف. عملت ايه يا سهام وسخ في حياتك مش عايز تقول لي عليه؟ ايه؟ ما بتغلطش خالص؟ والله العظيم يا استاذ يوسف تقريبا انا عمري ما عملت حاجه وحشه في حد، ولا عمري اذيت حد، ولا حتى عمري عرفت اخد حقي من حد. ده حتى مراتي ليلي مش عارف اخد حقي منها، وراجل خد عيادة ابويا وقلبها دلال وما عرفتش حد اهو. بطل مسكنة يا سهام،
انت راجل دكتور ونابغة. دكتور؟ هذه اللحظة الوحيدة اللي الناس بتحترمني فيها وتسمع كلام. تعرف يا أستاذ يوسف، انت عندك حق، انا راجل فاشل فعلا يستحق انك تقتلني. ما تعيطش، انا هعمل كل اللي نفسك فيه واخليك تاخد حقك. اخي والله ما عارف ادعي لك ولا ادعي عليك ولا اعمل ايه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الحمد لله. اشرب بقى. بقالك 4 سنين يا راغب الكلب بتشربني شاي بلبن بالصوابع لما افتكرت ان ده العادي. لا وايه؟ انا بعيادة ابويا وعيادتي من بعده لضلاب مخدرات. عملت كده من امتى يا راغب؟ من ساعة ما خرف وانا بتصرف. انت هتعمل لي فيها عينة بقى؟ اه صحيح، ازاي كنت بتبيع من الدواء بتاعي ولما اجي اعمل جرد الاقيها كاملة ومفيش حاجة ناقصة؟ كنت بغير البرشام وبورفين وبنادول. وانا اقول العيانين عندي ما بيخفوش ليه؟ هاتلي حقي يا يوسف. اجيب لك حقك من مين؟ انا لو عطست هطيره من العياده. فتح مخك يا دكتور وهديك 5%. يا سلام يا معلم راغب، بتقول ايه؟ معلش اسلم السامع، اصل ودني تقيله. 5% بقى العياده عيادتي والادويه ادويتي وكله من خيري، وتقول لي 5%؟ طب قول 10% يا معلم راغب. يا سام، الفكرة عجبتك وهتشاركه ولا ايه؟ عشان خاطري. سام هيموت عليكي. هيموت ها؟ لا معلش، اللي عمله مش قليل برضه. هو عارف وندمان. معلش يا علي، سيبيني على راحتي. ابا ايه الصدفة الحلوة دي؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ سام مصمم ناكل في المطعم ده بالذات. ازيك يا ليلي؟ كويسة. بس يا عالية انت في المسرحية كنت فظيعة، بس العيال بقى اللي كانوا بيقولوا ملعونة ملعونة كانوا واكلين منك الجو، بس كنت فظيعة. كل ده بسببك، مع اني يعني شاكة ان انت ورا اعتذار امجد. وانا مالي، انت اللي حظك حلو. يا سلام، حظي حلو فاعتذر قبلها على طول؟ لا وكمان مسافر؟ طب ما كان سافر من الاول. ممكن يكون بيغيظك. ماشي يا سيدي، بس برضو انت اللي ورا الفرحة اللي انا فيها دي. انتوا عارفين يا جماعة، يوسف خدني نص الليل المسرح. خديك فين؟ في المسرح. كنت بتعملوا ايه في المسرح؟ قعد معايا سهران طول الليل، بيحفظني في المسرحيه وبيراجع لي. ايه ده الله، ايه اللذاذه دي؟ يعني انت السبب في الحلاوه اللي شفناها النهارده على المسرح؟ لا هي شاطره جدا، انا بس كنت بحمسها عشان اديها ثقه في نفسها. طب ايه يا سام؟ مش عايز تقول حاجه لليلي؟ حاجه واحده؟ انا عايز اقول لها حاجات كتير. ها هي سامعاك. عايز اقول لها ان حقك عليا وانك ما تستاهليش مني كل ده. انت ضربتني يا سهام. الصراحه كان قلم طرش، بس للامانه الشديده هو كان مضغوط. انا مش عايز مبررات يا يوسف، انا فعلا مديت ايدي عليك يا ليلي وده كان غلط، بس اوعدك انها عمرها ما تتكرر تاني. وخلاص بقى يا ليلي، سامحيني عشان ارجع البيت واقعد انا وانتي والبنات. يا مودي، واوعدك اني مستحيل اسيبك تاني، لا انت ولا البنات. يلا حاضر، ثانيه واحده. ايه ده؟ شايفه؟ والله العظيم لا اتطلق. لا ما احنا لازم نعرف ايه اللي وراهم دول. يا مودي خير في ايه؟ لا ولا يهمك، مفيش حاجه. الظاهر في حد مبلغ عننا ان احنا بنبيع اطعمه فاسده. اطعمه فاسده ايه؟ ايه ده؟ مستحيل، ده انا واكل المنيو كله هنا قبل كده. لا 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 لا، اكيد في سوء تفاهم. سيبوني انا بس اخلص لكم القصه دي. شفت يا عم يوسف؟ اهو كل اللي بيحصل لنا دلوقتي من تحت راس العجل اللي انت لسه سايبه لحد دلوقتي وما خلصتش عليه. خلي بالك، جماعه بلغوني ان دي قرصه ودن بس، واللي جاي هيبقى الحساب قتل. خلص بقى يوسف وريحنا. ها يا باشا، لقيتوا حاجه؟ لا مفيش حاجه، لسه جاري البحث. شفت؟ طب خد بالك بقى يا باشا، عشان سمعت موضوع الاطعمه الفاسده ده من اكتر من حد. احنا شايفين شغلنا كويس. طب معلش ممكن سؤال قانوني بعد اذنك؟ اتفضل. هو انتوا لو لقيتوا هنا حاجه فاسده هتقبضوا على الاتنين دول ولا لا؟ طبعا.
اتفضل يا استاذ بعد اذنك، خلينا نشوف شغلنا. حاضر يا باشا، حاجة أخيرة، يا رب تلاقوا أطعمة فاسدة. مالناش حاجة يا فندم. طب يلا يا رجالة. استنى يا باشا، ازاي؟ يعني ايه مالوش حاجه؟ انا جالي تسمم هنا قبل كده في المكان يا باشا وسبب لي اسهال مزمن. حضرتك انا واقف بكلم حضرتك دلوقتي وانا لابس حفاضه. يا فندم يا تقفلوا المطعم يا تشوفوا لنا حد يغير لنا. يا استاذ سيبنا نشوف شغلنا وكفايه قوي بقى لحد كده. معلش يا باشا والنبي خليهم يدوروا كويس والنبي يا باشا معلش. طب اقول لك انا قبل كده شفت هنا نعامه زرقاء. لا حول ولا قوه الا بالله. مع السلامه يا فندم. سلام يا باشا. الاطعمه فاسده قال مستحيل. قلت لهم المكان ده نظيف جدا والله. على فكره بتشيلها الحاجات المهمة فين؟ بتشيلها في الدولاب، كل الأوراق المهمة اهي، بتشيلها في الدولاب. يا تسمعنا انا عاوز اعمل الهدوم ديت دلوقتي هتعرف ان انا هنا يا غبي. مش هودي مش ليلي هو فين بيجامه الكحل؟ انت هتستعبط؟ بتعملوا ايه انتوا الاثنين؟ جايين تسرقوني ها؟ نسرقك مين يا ليلي؟ عيب ما تقوليش الكلام ده فيه ايه؟ ده انا قفشكوا في الدولاب، ما انتوا لو مش جايين تسرقوني تبقى المصيبه اكبر. قسما بالله العلي العظيم جايين نسرقك يا ليلي. ايوه بنسرقك يا ليلي، بنسرق حق الراجل اللي انت لهفتيه. وانت مالك بقى ان شاء الله؟ بقيت المحامي بتاعه وانا ما اعرفش؟ ايوه المحامي بتاعه، قول لها ان انا المحامي بتاعك. ايوه ده المحامي بتاعي. طب اتفضلوا بره. انت بتطردينا؟ ايوه بطردكم. عيب عيب يا ليلي، استاذ يوسف مش غريب. لا بقى ده انت عايزه تتربي بقى. مين دي اللي تتربي؟ محدش رباكي بقى. لو كان ربيك يا جماعه حد يكبرني لله يا جماعه حد يكبرني. سلامتك يا سهام، طمنوني الدكتور قال ايه؟ الحمد لله طمنا وقال انها بسيطه يعني وشويه يقدر يمشي. طيب الحمد لله. تقتل قتيل وتمشي في جنازته. في حاجه يا ماما؟ هو كل حاجه ليلي؟ سمعتيني؟ اه وانت فاكراني عبيطه يعني؟ قالت زحلق وهو بيصالحها. على فكره تطلع من سهام عادي يعني. طيب على العموم انا كنت جايه بس اطمن على سهام. سلامتك، مع السلامه. مع السلامة. ألف سلامة عليك يا حبيبي، ربنا على المفتري. البنت دشدشته. طب ما تيجي نشرب حاجة يا بابا؟ ايه تعالي، ده فندق خمس نجوم محترم جدا. خدوني معاكم. تعالي يا ماما. خدوني أنا جاية معاكم. يلا. سلامتك يا بابي. لا يسلمك يا حبيبتي. توجعك دي؟ بابي قوي ما بيتوجعش بسهولة. هي ايه دي اصلا؟ دي يا يارا زي بلاستر الصباع. دي بقى البلاستر بتاع الرقبة. بابي هو يعني ايه تبول لا ارادي؟ يعني ينبي على نفسه. بس يا بنات كده عيب. يا مودي هيحصل النهارده. ايوه يا ليلي، معلش يا حبيبتي والله. معلش ايه؟ معلش اقفلي دلوقتي وهكلمك تاني. قفل السكه في وشي يا طنط. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه اللي انت عملته ده؟ انا اسف والله، انا مش عارف يا فندم والله ده حصل ازاي، بس حضرتك اللي وقفتي قدامي فجاه. انت اتعملت يا ابني؟ ايه الاستهتار ده؟ حصل خير؟ انا متاسف والله، بس ادام جت في السيليكون يبقى ان شاء الله خير، ما فيش حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا سيدي حصل خير. حصل خير؟ هو ايه اللي حصل خير؟ انت هتجبي عليا ولا ايه؟ نعم يا استاذ. الست مش عايزه منك حاجه، اتفضل امشي. ايه الراجل الكرتون ده وبيتكلم كده ليه؟ بقول لكم ايه، انا راجل شريف ودمي حر، وبقول لكم ان العربيه دي هتتصلح دلوقتي. انت مالك انت تصلح دلوقتي ولا بعد شهر؟ انا مالي ازاي؟ انا اللي خبطت العربيه دي والعربيه دي بقت في رقبتي خلاص. يا استاذ اخلع من هنا بدل ما تدفع ثمن تصليحها. تصليحها؟ اريح انت مالكش دعوه. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ حضرتك هتتفضلي مشكوره معايا دلوقتي، هنروح لمحمود شوشو. مين محمود شوشو ده؟ محمود شوشو ده السمكري اللي هيصلح لك العربيه.
يا ابني يا ابني بقول لك انا سامحتك سامحتك. هو ايه اللي سامحتك سامحتك؟ هو انا بخونك يا ست انتي؟ ايه يا رب العبط ده؟ بقول لك ايه، انا ما موديش عربيتي عند سمكريه، انا بوديها التوكيل. اوعدك وعد شرف انا هوديها التوكيل بكره الصبح وهصلحها بنفسي. كله كان بيقول كده قبل ما يقابل محمود شوشو، انما اول ما هتشوفيه هديك واحده في السندله فيه هيرجع لك العربيه دي زيرو. ايه اللزقه دي يا ربي؟ ايه اللزقه دي؟ لزقه؟ طب اهو فين عليه مجنون ده ولا والله ما هزيمك. ايه ده؟ يا أستاذ يا محترم أبوس إيدك، أعمل إيه وتسيبني في حالي؟ حضرتك هتتفضلي تيجي معايا عندي التوكيل، نقف قدامه لحد ما يفتح الصبح، تدخلي العربية تتصلح وبعدين تروحي، أو في حل تاني. إيه هو؟ محمود شوشو. يا الله ماشي، محمود شوشو تمام، اتفقنا. خلاص يا جماعة، أنا والمدام اتفقنا كل حاجة يروح لحاله، اتفضلوا على مصالحكم يا أساتذة. حضرتك هتتفضلي مشكورة دلوقتي تركبي عربيتك وتيجي تمشي ورايا لحد اما نروح له. حاضر حاضر. الو حسام، انا محتاج الست تطلع لي دلوقتي حالا. ليه؟ هتموتها؟ اموتها يا حسام، خليها ترجع. يلا ماشي خلاص. ايه التردد اللي انت فيه ده؟ اخلص يلا. حاضر. بقول لك يا ست انتي، فكك مني خالص، مش هتعرفي ترمي بلاكي عليا. ايه ده، هو انت طلعت مجنون؟ مجنون؟ كمان عايزه تلبسيني ان انا مجنون؟ انا الغلبان اللي عايزاه يصلح العربيه دي، تاخدي من قوته وقوت عياله. في ايه وفي ايه؟ في ايه؟ انا اعرفك في ايه؟ استني عندك هنا، اصبري عشان ممكن نروح لمحمود شوش. اصبري. الو، ما تنجز يا سامي، الست ما جاتش ليه؟ يا ابني ما انا بطلعها. وطي صوتك شويه تفضحنا، الله يخرب بيتك. ماشي خلاص خلاص اسكت. خلاص يا مدام، مفيش حاجه، حصل خير، اتفضلي اطلعي بيتك. Mais t'es complètement fou! Quel connard! في رعاية الله. ما تبصيش وراك، هتقابلي كتير زي. شمع من دمع يا يوسف يا يوسف يا يوسف. ربنا يبارك فيك يا ابني ويرحم يوسف. هو مات تاني؟ عيل طري. طيب جميل. يا كان شاه؟ أنا كنت حاسة إن هو ابن موت، فلت منها مرة وإحنا في الفيوم، بس المرة دي معرفش يفلت. إيه يا سهام؟ هو مرة مات ومرة سابني؟ هو بيموت فيه هزار يا علياء يا بنتي، الموت ما فيهوش هزار يا علياء، ما فيهوش هزار. فعلاً الموت ما فيهوش هزار، بس أنت هزرت قبل كده يا أخوي. عمره عمره يا بنتي. احنا ملناش في نفسنا حاجه، دي حاجه بايد ربنا. الحرامي ما ادانوش فرصه، لسه بيلف يدافع عني، راح ظرفه بالشوم على دماغه وخدت اجله. قبل ما نقلنا المستشفى كان السر الالهي طلع وراح لمثوى الاخير يا علياء، مثوى الاخير يا يوسف. لا احنا كده نقرا له الفاتحه. هو اتدفن فين يا سام؟ اظبطها واقول لك. قصدي هو سبحان الله، واحنا شايلين النعش ورايحين ندفنه كان النعش بيطير، قعد يطير لفوق يطير لفوق لحد ما شفناهوش، عشان كده مش فاكر مكان التراب فين، مش فاكر مكان التراب بتاع الزعبي. كان بيطير بيطير يا حبيبي من عمله الطيب. يا ماما، هو كان انسان طائر، الله يرحمه. يحرم علي اللي سجلب من بعدك يا يوسف، يحرم علي اللي سجلب يا صاحبي. انا هقوم اروح اوضتي. رايح فين؟ هنام. نعم. قصدي مش قادر، انا عايز اعدي الصدمه اللي انا شفتها. فقد الصحاب ده اتغنى في مواويل، اتغنى في مواويل يا عليا. الموضوع مش سهل عليا يا يوسف، مش سهل يا يوسف، يا ناوي عليا. خليك بس انا جاي.
ليلي في ايه؟ في ايه يا ليلي؟ مالك يا بنتي بنات كويسين؟ انت بتتجوز عليا انا وكمان مراتك حامل. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ ايوه يا طنط انا عرفت كل حاجه خلاص. عرفتي ايه؟ عرفت ايه؟ بأمارة ال 45 ألف جنيه اللي اتسحبوا من الكارت بتاعك في المستشفى عشان مراتك اللي بتولد. انا فعلا يا جماعه خدت ال 45 ألف جنيه دول صح؟ بس خدتهم عشان ادفعهم في خرجة يوسف صاحبي. يوسف مات يا ليلي، صاحبي مات، صاحبي مات. انا اسفه يا سيسو، انا فعلا ظلمتك، انا اسفه. صاحبي مات، صاحبي مات. امال مين ده؟ حضرتك الاستاذ سام؟ صح